السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هالكتب، رجعت لكم بمقطع جديد من الفيديو ده. جبت لكم برنامج بريطاني رهيب، amazing wonderful beautiful. هتلاقي ناس كتيرة بتسألني ليه يا هالك البرنامج انت بتقول عليه رهيب؟ هقول لكم عشان فعلا البرنامج ده قد ايه اظهر لي ان حقيقة الناس بتختلف تماما. ما تستعجلوش واشرح لكم اللعبة وبعد كده هنشوف الفيديوهات. بس قبل ما اشرح لكم اللعبة عايزكم تفتكروا كلمتين، كلمة split يعني تقاسم وستيل يعني سرقة، عشان طبعا البرنامج بريطاني فهم هيستخدموا الكلمتين دول، وما تقلقوش انا معاكم في الشرح. تمام، اول حاجة اللعبة بتكون بين 72، واللعبة بيبقى على مبلغ البرنامج بيحدده، وهي دي قيمة الجائزة. المهم كل واحد بيكون قدامه كورتين لونهم ذهبي، كرة مكتوب فيها split وكرة مكتوب فيها steal. احنا قلنا split يعني تقاسم وستيل يعني سرقة، مش هنقعد بقى نرغي ونعيد ونزيد فيها، يعني كلمتين سهلين بقى احفظوها بقى، اتعلموا اي حاجة مفيدة يعني من البرامج دي يعني ومن الفيديوهات دي يعني. المهم لو الاتنين اختاروا split يعني قيمة الجايزة هتتقسم بين الاتنين، لو واحد اختار سرقة والتاني اختار split فاللي اختار السرقة هياخد قيمة الجايزة كاملة، واللي يعين اللي اختار split ده مش هياخد اي حاجة. اما في حالة لو الاتنين اختاروا سرقة اللي هي steal ولا واحد هيكسب اي حاجة من قيمة الجايزة. تمام كده اللعبة خلاص انتوا فهمتوها. وطبعا قبل ما كل واحد هيختار الاختيار طبعا ما فيش حد بيشوف التاني هيختار ايه، كل واحد زي ورق الكوتشينة كده ليه يعني، ما حدش بيعرف هو يختار ايه الا بعد ما المذيع يقول لهم ايه كل واحد ايه يورين اختار انهي كورة فيهم. تمام، وقبل ما كل واحد يختار المذيع بيسيبهم يجي دقيقة كده يتشاوروا ويتكلموا مع بعض عشان يثبتوا لبعض ان احنا يعني نيتنا صافية، وانا هختار تقاسم وانت كمان اختار تقاسم عشان احنا الاثنين نكسب الجايزة وتتقاسم بينا. مين بقى اللي شخصيات ضعيفة واللي هيطمع في الجايزة كلها ويختار اختيار ستيل؟ مين؟ يلا نشوف حقيقة الناس. وطبعا خدمة الترجمة الفورية هعملها لكم، ودي عشانكم انتوا بس خل عند حضراتكم دم واعملوا اشتراك، تابعونا مع هالكتيوب مش هتقدر تلغي الاشتراك. طبعا هنا بيشرح لهم الشرح اللي انا شرحته لكم، يعني بيقول لهم انتوا الاثنين عندكم كورتين، كرة مكتوب فيها split وكرة مكتوب فيها سرقة، يا تختار split او steal. لو انتوا الاثنين اختارتوا split اللي هي تقاسم انتوا هتتقسموا قيمة الجايزة 66,000 جنيه استرليني، اضرب في 24 جنيه مصري، كل واحد فيكم هياخد 33,000. If one of you splits, لو واحد اختار تقاسم and one of you steals, والتاني سرقة، whoever steals, اللي هيسرق with the total jackpot, هيروح البيت بكل الفلوس كاملة، whoever splits, goes home, والتاني اللي اختار split هيروح لا شيء بدون أي حاجة. Greedy, and you both try to play clever, and you both steal, لو انتوا الاتنين اخترتوا السرقة انتوا الاثنين هتروحوا بالزيرو، ولا واحد وهياخد اي حاجة، 66,000 هترجع لأنا. ده في حالة لو انتوا الاثنين اخترتوا سرقة. هسيبكم دلوقتي تشيكوا على الكور مكتوب بأنهي واحدة split وأنهي واحدة steal، ما حدش يوري التاني حاجة. ما تقعدش توطي كتير يا مدام. المهم انتوا اخترتوا، هسيبكم وقت قصير تتناقشوا مع بعض فيه وتقنعوا بعض. شايفه المبلغ كبير؟ ايوه المبلغ كبير جدا، مدهش، هيغير حياتي. احنا لازم نختار تقاسم. انا شايف ان المبلغ كبير، المشكله ان احنا نتقسمها مع بعض وانت تاخدي جزء وانا جزء ونعيش ونهيص ونفرفش. صح، ايه رايك؟ خلاص او انا كمان. خلاص كده يا جماعه، خلاص متاكدين؟
تقاسم تقاسم. لوسي توني. يلا يا توني. Choose the split or steel ball. اختار الكرة بتاعتك يا سرقة يا تقاسم وانت كمان طبعا. جاهزين؟ Split or steel. Oh shit! يا أولاد النصابة. كله عايز ياخد الجائزة كلها. اهو كده ولا واحد هياخد جنيه. انت اللي بنت كلب مش انا. يا دين امي يا دين ام الطمع. يلا نشوف غيره. يلا اللي بعده. انت زي بنتي وانا واثقه فيكي. وانت زي تيتا وعمري عمري ما خلي المشاهدين يشوف ان انا انقد وعدي معاكي. انا هختار سبليت تقاسم معاكي وانا واثقه فيكي يا تيتا. انت حبيب whether or not you're going to pull a fast one my conscience will not allow. انا اديت مامتك وتيتا عمري ما اضحك عليكي. بالتاكيد. اوكي. النظره دي بقى مخيفه مريبه. نتابع. I want you both to choose a ball. عايزكم انتوا الاثنين تختاروا الكوره بتاعتكم دلوقتي. نشوف بقى حقيقه الناس. Chloe, Leanne, I want you to reveal the balls that you have chosen. يلا. Split or سرقة. و Leanne, you've stolen all the money. سرقت كل الفلوس. خاينة. Chloe, can you understand why she did that? No, I can't. لا. دي بنت كلب فعلا. In the first round, you sowed the seeds of doubt. يا دين أمي. عقربة. Did you expect Chloe to choose steel? Never. Yeah, I did. I never in a million years thought she But if we would have done that يا دين we would have gone home with nothing. I know that but I thought you thought I was going to do split. I couldn't يا دين امي. Going home with nothing. Well, it is only a game. يا دين امي. هي قالت لها اشتمى اقولها لكم على الخاص يا جماعه. نشوف اعزائي المستمعين من كل مكان اللي بعده. يا بنتي انا قد امي والفلوس دي كتيره قوي. انا هختار تقاسم ونتقاسمها انا وانتي. انا واثقة فيكي وانا واثقة فيكي برضو. انت اكيد مش هتضحكي عليا. انا قد بنتك وعمرك ما هتضحكي عليا. انا بحبك. سماهم في وجوههم. اوعى يا بنتي تخيبي ظني. لا لا عمري. والفلوس دي كتيرة قوي. عمري ما اختار سرقة. لا لا يلا نقسمها. يلا يلا عشان نجيب بقى عربيات بقى. يلا يلا يا جماعة كل واحد هيختار اختياره. يا سرقة يا تقاسم. يلا بسم الله. كارول are you ready? I'm ready Jasper. Julie are you ready? يا دين أمي والله العظيم الستات الكبيرة صدقة صدق اللي قال. يا دين أمي على الطمع. أيوة بقى الضحكة بقى ولا في دماغها بتقول ولا أي حاجة. دي لعبة والله برنسيسة. I've been Jasper Carrot. This has been Golden Balls. Until next time, goodbye. يلا اللي بعده. أنا شكلها نصبة من أولها البت الصغيرة دي. What's gone on today and what you want to do. يا رحمة. والله العظيم أنت بابا. هنختار سبليت هنتقسمها. سلم على ايد عشان اصدقك. انا كده مصدقاك. انا وانت هنتقاسم. بالله عليك عايز اجيب الايباد وانا عايز اجيب اللابتوب اللي انا عايزاه. انا مش عايز الفلوس دي كلها. انا عايز نصها. يلا يا جماعه كل واحد يورينا اختياره. يلا
الله عليك يا حرامية يا ولاد الكلب. انت اللي وسخة. انت بابا يا قذر. اللي بعده على 40,000 جنيه استرليني، يعني قول 90,000 جنيه مصري كده. انا هكون مبسوطه جدا لو اتقسمت الجائزه معاك، انا واثقه فيك. بالله عليك صدقني. بص بقى، انا عايز اقول لك حاجه. لو حسيت بلعب كده ولا كده، انا هبص في عينيكي لما الاقيك بتختاري. لو بصيت في عينك وحسيت ان انت هتختار السرقه وفكرك ان انا هسيبك تسرقيني، هختار سرقه انا كمان، ولا حد هياخد حاجه من الجائزه. يلا يا جماعه، كل واحد يختار. جاهزين؟ ستيف تريسي ورونا. سبليت اور ستيل. يا دين امي، ستيف يو هاف جاست ستولن 40,000. لا حول الله. تريسي يو هاف جاست لوست 20,000. خسرت، مش هتاخد جنيه. How do you feel? Gutted. I really trusted you. بتقول انا وثقت فيك فعلا. شوف الوسخ، شوف الوسخ. بصوا، the end of another beautiful friendship. So I'll just say they have been very مبسوط. بيفكر بقى هيشتري ايه. يا ولادي اللذينة. اللي بعده. Split or steal. تجرح قلبنا تقسى علي انا، تجرح قلبنا تقسى علي انا، قرب لي شوف بعيني هتعرف مين انا. وبكده أعزائي المستمعين من كل مكان، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش مش هقول لكم اشتراك بقى، يعني أكيد اللي وصل لآخر الفيديو ده يعني ناس من المشتركين، يعني أكيد وش يعني، ما تستنى يعني لايك كده وكومنت، يعني أي تفاعل كده يا جماعة. خلي فيه شوية دم، خلي عندكم دم.